السلام عليكم. لا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. بعض الناس في حياتنا ظاهرة، يمتاز دائما بحلو الكلام ليقنعك بأنه صادق وفي ومخلص لك وقادر على القيام بأي شيء تطلبه منه، في حين أن باطنه نفاق وعدم وضوح في المواقف والمبادئ والأحاديث ليرضيك من أجل مصلحته والانتفاع الشخصي. احذروا من الشخص المتلون المنافق، فظاهره جميل وباطنه عليل. وتأكد أن هؤلاء الأشخاص بمجرد أن تنتهي المصلحة يتغيرون ويظهر وجههم الحقيقي، ولا تفاجأ حين يمضون وينسون العشرة بدون تردد، ولا تفاجأ بعدها إذا علمت أنهم يفضحون السر أو ينكرون الجميل، بل وقد يعيبون فيك. يقولون متقلب الود لا يؤتمن، وفاضح السر لا يؤتمن، وناكر الجميل لا يؤتمن، ولا يؤتمن من يأتيك وقت فراغه، ولا يؤتمن من استطاع أن ينام وهو يعلم أنه تسبب لك في ضيق، ولا يؤتمن من مضى ونسي العشرة ولم يتردد ولو للحظة، لا يؤتمن حتى وإن عاد معتذرا راجيا متوسلا. وإن لم تأخذ الحذر من كل ما سبق فأنت على نفسك لا تؤتمن. احذروا من المنافقين والمتلونين في زماننا هذا، فما أكثرهم حولنا. والله يحفظكم ويحفظ